في جلسته الرقابية لمناقشة 15 سؤالا نيابيا عقد مجلس النواب جلسته لإجابة الحكومة عليها. النائب صداح الحباشنة الذي أكد على تفرد الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية دون حسيب أو رقيب. عدم وجود حسيب أو رقيب عليها وعدم الاهتمام بها أو عملية التفرد بإدارة هذا الصندوق واتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج، فإن ذلك يشكل خطورة على الأمن الاجتماعي الأردني، والذي لا سمح الله إذا هي تعتبر سقطة للوطن إن سقطت هذه الحقيبة أو تم عملية التلاعب بها. من جهتها ردت الحكومة بأن أموال الضمان خاضعة للرقابة الداخلية والخارجية، وأبدت استعدادها بذكر تفاصيل العملية الرقابية. أعيد وأؤكد، لا يوجد أي انفراد بالقرار، وهناك عدة مراحل يخضع صندوق الاستثمار إلى الرقابة الداخلية والرقابة من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أن هناك مدقق خارجي وتخضع إلى جميع أنظمة وقوانين الدولة الأردنية. النائب ديما طهبوب قالت في الجلسة الرقابية أن الحكومة تعامل الأردنيين كشعب منكوب في قياس مؤشر الفقر، واتهمت الحكومة بعدم القدرة على مواجهة الأردنيين من خلال جداول الإحصاءات رغم الانتهاء منها. الحكومة عمدت وما زالت تعمد حتى الآن لإخفاء المقياس الأدق في تحديد الطبقات الاجتماعية، وهو مقياس خط الفقر. وآخر إحصائية نشرتها دائرة الإحصاءات كانت عام 2010، وكان خط الفقر في ذلك الوقت زملائنا الكرام 813 دينار للفرد، وقد مرت على تلك الإحصائية ما يقارب 9 سنوات. ومن معلوماتي في دائرة الإحصاءات العامة أن الإحصائية الجديدة لخط الفقر جاهزة الآن، ولكن الحكومة لا تنشرها. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب على سؤال النائب ديما طهبوب، وأكد أن خط الفقر في الأردن يرتفع، وأن الحكومة ستنشر نتائجها خلال أسبوعين على أبعد تقدير. أؤكد لكم أننا سننشر هذه المعلومات، وليس فقط ننشر المعلومات، إحنا مش غرضنا فقط قياس خط الفقر، إحنا واجبنا كحكومة وضع سياسات تعالج هذه التحديات، أكان في مستوى الدخل، أكان في فرص العمل، أكان في الصحة والتعليم والمؤشرات الأخرى للفقر. لم تخلو الجلسة من كلمات لاذعة، حيث اتهمت النائب أنصاف الخوالدة وزيرة الإعلام جمان غنيمات أن تصريحاتها بخصوص التعيينات الأخيرة كانت مستفزة لكل الأردنيين. سكوتك فضيلة وكلامك فضيحة. لو سمحت وزيرة الإعلام تطلع علينا على قناة المملكة يا دكتور نصار، الأردنيين قاعدين بيستفزوا الأردنيين أبناء البلد، في ناس بيستفزوهم. بتقولهم أي تعيينات؟ بقولها شو قصة التسريبات؟ بتقولهم أي تسريبات؟ هذول ثلاثة تعينوا وفي واحد منهم يا أخوان التلفونات لو سمحتوا على السايلنت. تفضل تفضل دكتور نصار. وفي ثلاثة تعينوا وواحد منهم لو شفتوه على الفيديو يعني وقع عليه تعب نفسي. أما الطفايل اللي مشوا على الأقدام 300 كيلو، أما الكركية، أما المعانية تحت المطر، هذول ما وقع عليهم تأثير نفسي ولا انهانوا. جلسة النواب التي اتجهت بوصلتها حول الفقر والبطالة، الفساد والمحسوبية، والتنفيعات الإدارية والاستثمارية، فوجه النائب فواز الزعبي سؤالاً عن 10 موظفين يتقاضون أكثر من 600,000 دينار، مطالباً باستغلال كل دينار لتشغيل الأردنيين العاطلين عن العمل. أسئلة وإجابات في جلسة رقابية لمناقشة عدة مواضيع، فتباينت الردود بين إجابات شافية وأخرى غير كافية، حولها النواب إلى استجواب لمعرفة ما يدور خلف الأبواب المغلقة. محمد العثامنة، الأردن اليوم.